جماعة حالة النهاردة متعبة قوي. انا بقالي كتير بلف كده, كل ما الاقي راجل لوحده مخدوش, فالناس الرجالة بتاعت تبص نفسها كده تحس ان في حاجة فيهم حاجة غلط وبتاع. انا عمالة ادور على اتنين سوا عشان النهاردة تارجتي افرق بين البني ادمين, فانا عمالة ادور على اتنين اتنين اصحاب اصحاب كده عشان اخش بينهم. صباح الخير. عليكم السلام. ياه, واحد بقاله كتير مشافش اتنين مع بعض كده. شفتي بقى؟ والله الواد حاسس ان اليوم حلو كده, ابتدى حلو. اصحاب؟ لا, متجوزين. ما شاء الله ما شاء الله, حلو ده. هو حد بيتجوز اليومين دول؟ ده رجاله شحه. لا والله. والله ما شاء الله ما شاء الله. ما وصفلكيش انا قد ايه بحس بسعاده كده لما بلاقي اتنين سوا. بجد انت مش فاهمه, بحس اني مبسوطه داخليا, بحس اني ساتسفايد كده, فاهمه؟ يعني انت مش متجوزه؟ لا مش عايزه. احسن. جواز ايه بس وبتنجان ايه؟ ليه ده جميل جدا على فكره. لما الواحد يلاقي راجل كده تحط فوق الراس اكيد اتجوز. ايوه طبعا اكيد. الراجل كده يكون مهتم بحبيبته, ماسك ايديها وهو بيركب, بيقعدها جنبه كده, يعني حاجات كده عبيطه بس تفرق في نفسيتنا كستات, فاهمني؟ امبارح والله العظيم كان عندي اتنين صحابي عاملين بلاوي, طلقوا. كل شويه بقى يكلموني, الو يا سونيا يا سونيا يا سونيا, اروح انا واصلح وانا عايز حاجه يعني منيله والله. اوبا معلش. لا لا ثواب, كله بثوابه. جوز صاحبتي امبارح كان على شعره ويطلقها, وانا اللي قلت له لا. انت يعني بتهوميني يعني مثلا ولا ايه؟ مش فاهم. لا لا انا بحكي لك اقومكم ايه. لا ما شاء الله بعد الشهر واضح ان حبل الوصال بينكم جامد مش دايب, عقبال ما يدوب ان شاء الله. ايه ده؟ الطاره ما اعرفش. بصي عماله طاره بس كده. ثانيه واحده. عسيره والله. ايه محمود لسه بجيب في سيرتك. يا روح الروح, عامله ايه يا حبيبتي؟ حلو الحمد لله. ايه بقى صاحبك لسه نازل من البيت دلوقتي؟ يخرب بيت امك, ثواني. الو فعلا هترجع امتى؟ طيب طب اكلمك تاني, ربنا يهدي الحال بقى. اوكي باي باي. فايه بقى, فكنا بنقول اهم حاجة ان الناس تتمسك ببعض, ده اهم شيء. بس انا متهيألي شفت حضرتك في حتة قبل كده. انا؟ شفتي فين؟ شفتك اصلا تملي بقعد في المعادي. عارف في بنزينه كده هناك. ما انا بقعد في شارع 9 من المعادي. انت من المعادي يعني؟ لا على خروجاتي هناك. مش بقول لك شفتك هناك, بس انا كنت شفتك معاك حد تاني. لا ممكن يكون حد شبهه مثلا. لا هو انا متاكده. لا والله هو. والله اصل شعره حلو برضه, يعني شعره مميز. والله مميز؟ والله مميز قوي. خليكي في طريقك بقى, يعني بص قدامك وخليكي في طريقك. ما انا المهم يعني. طب ماشي. يعني هناك كل يوم اتنين. احنا ذنبنا ايه يعني ان احنا تحكينا الحكاوي بتاعتك دي؟ كل يوم اتنين الساعة 2 انا بقعد هناك. حضرتك يعني احنا معنا الساعة 2. ماشي الساعة 2 خلاص. في البنزينة اللي برا الكورنيش بقعد هناك. طيب ممكن تبصي قدامك يعني تخليكي في طريقك؟ ما انا بص. طب ماشي ممكن تخليكي في طريقك بقى؟ اهو. طب بقول لك خليكي في طريقك عشان بس انا ما شفتكش. لا انت ما كنتش لوحدك. لا انت مجنون. بس ذوقك كان الطف من كده, ذوقك باظ خالص دلوقتي. هو يعني انت قصدك ايه يعني؟ بس ما تحترمي نفسك. قدامك فرصه. طب احترمي نفسك, انت مش شايفه نفسك اصلا؟ في فرصه كبيره. انت مش شايفه نفسك. طب احترمي نفسك. اتمنى ما تضيعهاش. احترمي نفسك. احترمي نفسك وخليكي في طريقك. فواخد لي بالك؟ واخد بالي. واخد باله. انا هعرف اخد بالي من الطريق واخد بالي من ناس تانية جنب الطريق عادي.
ربنا مديني ملكه. خلي بقى لو سمحت خليكي في الطريق من نفسي، خليكي في الطريق لو سمحت، بص قدامي. حلوه زي المستين. على فكره ممكن الرموش ينشد، بصي اقطعها لك شعرها شعرايا شدها لك ماشي. طب خليكي في طريقك وبصي قدامي. احيانا ما بسمعش، احيانا ما بتسمعيش، ممكن اخليكي ما تسمعيش اصلا طول ما يعني في ناس كده ممكن تكشفني عند دكتور اذن. لو الدنيا بهوقت خالص لازم نبقى نظبط المواضيع. ركزي في الطريق بس. دي مجنونه والله فعلا. اركز في الطريق بس ولا اركز حاجه ثانيه؟ لا ركزي في الطريق. استاذ ايه بقى ما قلتليش؟ احمد انت بتقول ده ليه اصلا؟ هو باين عندك. خلاص بقى يا حوده انا بقى بنتحلم. طب ماشي نعم. عارف يا حوده احيانا ما بسمعش وحيت امي. ما ممكن اخليك على فكره ما تسمعيش اصلا. انت بتتكلمي معايا ليه؟ انا بتكلم مع حد. طب لما تتكلمي معايا انا يعني انت بتتكلمي معايا ليه اصلا؟ هو مش انا سالته اسمك ايه فقال لي اسمي محمود. طب انت مالك انت يعني انا مش فاهمه بتسالي ليه اصلا عن اسمه؟ لا حول الله يا رب. طب يعني خليكي في طريقك يعني بقى. ما أنا تساليش اصلا، مش عايزه اسمع صوتك. انا مش خالص فاهمه الكلام. لا مش عايزه اسمع صوتك اصلا. راحش وجه كده. مش عايزه اسمع صوتك. بتكلمي لي هو اصلا؟ ده خلاص. طب خلاص انت شايفني اهدى؟ خلاص شايفك. طب انا ممكن امد ايدي عليه على فكره. خلاص احنا طب ممكن امد ايدي عليه. لا اكيد محمود هيحميني. ولا هيحميكي؟ لا مش هيحميكي. ايدك من على شعري يا قمر علشان حوده بيحب الشعر الناعم تقريبا. لا والله انا ممكن برضو اشده. ايه ده عادي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ خلاص اهدي شويه. خلاص قولي اهدي شويه. طب ما ينفعش احنا في عربيه. خلاص اللي بتعملوه ده خلاص. حوده انا ساكته احتراما ليك. انا الاشكال دي مش ممكن اركبها في عربيتي اصلا. شكرا لزوجك. اشكال مين؟ اشكال مين؟ اشكال مين؟ احترمي نفسك. اشكال مين؟ ايه ده انت جايبها من بدايه دي ولا جايبها؟ من امبابه. ما تعرفيش امبابه؟ انت قادره بجد. استنى هو ايه ده كده بس استنى. وايه ايه بتهديها وسايبني انا يا حوده؟ اخس عليك. انت عارف البيجات لايق عليك قوي. على فكره انت شكلك اصلا شمال. مش عارفه هو اتجاهك بتخليه اتجاهي ليه؟ طب احنا ممكن احنا اتجاهاتنا مختلفه. ايه ده ايه دي اللي ايه بتعمله ده؟ يعني احنا اتجاهاتنا مختلفه مش معنى ان انت اتجاهك الشمال تقولي لي. طب خليكي في طريقك لو سمحت. خلاص طب احنا خليكي في طريقك. البيجات تحفه عليكي. خليكي في طريقك لو سمحت. شعري ممكن عشان انا ممكن تعرفي ممكن اعمل لك ايه على فكره. ممكن ايه ده ايه ده اللي انت عاملاه ده؟ انت ما تعرفيش اصلا ممكن اعمل فيه ايه. ماما ايه ده؟ طيب ايه وايه الاهدى؟ هو ايه ده كده؟ وايه اللي عندك يا حوده؟ اوعي دي متخلفه دي ولا ايه ده؟ اصلا انت متضايق عشان انت اصلا شوف عامله ازاي. هي شكلها شمال. احنا ممكن نهر ان انا انت ما قلت لك ده جاي يخصك. انا ماشي على الرحله ديت ووقفنا على جنب. حوده هو ايه اللي حوده؟ خلاص لو سمحت مع بصي الرموش ديت هتشالك. ممكن اجيب لك حاجه دمي كده هتليق عليك اكتر. والله طب احنا ممكن نهر رحله وننزل. ماشي. طب اوعي ولا اهدى زي ما قلت لك بقى. نتقابل فين بس؟ انت متخلفه ولا ايه؟ قولي 010. انت متخلفه. اوف يا ماما انت على جنب. انت متخلفه يا ماما. يا ماما اوعى ايدك دي. انا طب نهدى. طيب طب اوعى ايدك. ثواني. سيفته يا روحي. سيفته. سيف هو ايه اللي سيفه دي؟ استني بس يا ماما. طيب انا عارفه انك سيفته في دماغك اكيد. والله انت عبيطه بقى. مش هرد عليكي. اهدي يا ماما. هو ايه اللي اهدي يعني؟ انت لاجبك يعني يعني اسيبك يعني انت بقى يعني وانت لا احنا ممكن نهدي وننزل نقعد على جنب بس. اهدي بس. هو ايه اللي اهدي؟ انت عاجبك الموضوع اصلا؟ خلاص تعالى نزل يا حوده ونتعامل انا وانت في اي حته ثانيه. يا ماما انت انت عبيطه بقى. هو ايه اللي اهدي؟ انت عاجبك الموضوع بقى يعني؟ يلا بقى انزلي انت بقى. انت متخلفه ولا ايه يا ماما انت؟ عربيتي انزلي انا هتعامل. هو ايه اللي عربيتك انت متخلفه؟ انا عايزه حوده في كلمتين. انت انت ساكت ولا ايه؟ انت ساكت. استني بس انا مش فاهم حاجه. طب خلاص ما تبررش. وايه انت مش فاهم حاجه؟ انت عاجبك الموضوع يعني ولا مش قصه عاجبنا الموضوع عادي هننزل يا حلوه. طب ماشي ماشي. لبتك اول ما دابت قشرتك. انت مالك انت ومالنا؟ انا مش فاهم. انا مش فاهم. اقفي لو سمحت على جنب. ماشي هقف انزلك ده كده. ماشي ماما. هو اللي اقفي على جنب. يلا حوده دي حاجتها. ارميها تكتك وشها. انت عبيطه ولا انت كمان؟ اوكي ماما انت على جنب. ارميها. اوعي ايدك. هو اللي اصبري يعني انت ايه اللي اصبري؟ ارميها لها. ارميها لها. اوفي يا ماما على جنب لو سمحت. ارميها لها. يلا ارميها لها. يلا يا ماما. هو اللي ارميها لها. انت عبيطه. انا ايدي وجعتني بجد. انت ازاي مستحمل واحده ايديها تقيله كده؟ اوفي يا ماما على جنب وانا هوريكي بقى الواحده دي. Not your mom. طب ماشي. اوفي اوفي على جنب وانا هوريكي بقى. اهدي بس. هو اللي انت عارفك اللي هي بتعمله. طيب ماشي علينا الرحله وننزل. طب ماشي يلا انزل. انت ما تنزلش. لا والله لا يا حبيبتي. انزلي بقى كده وريني نفسك. انزلي بقى. لا انزلي يا ماما. يلا انزلك. يلا انزلي. يلا انزلي يا ماما وريني نفسك. ماشي انزلي. انزليني فاهم. تعالى
تعالى انت هنا بقى يا حود. تعالى هنا بقى. ده في حاجه في دماغك يا زياد. خالص يا استني محمود. استهدي بالله هفهمك. استهدي والله. معلش معلش حاجة خلينا بنهزر. احنا اسفين يا استاذ محمود. اسفيني بس بقى اسف دي. بص هنا ايدك تقيلة قوي. بكلمك بالامانة يعني. بكلمك بالامانة. لا انت عصبتيني والله. حقك عليا. بص هنا طيب. او هنا الحتة اللي تريحك. قولي انك مش زعلانة. لا مش زعلانة كده. انت ما زعلتش. انت كنت جاي سكه. حورش بس عشان هي واقفه. طيب كل سنه طيبه. كل سنه طيبين ورمضان كريم عليكم. انتوا كنتوا معانا في كريزي وومن وان شاء الله ما تبقوش زعلانين. بصوا هنا. طيب وقولوا ان انتوا موافقين تذيعوا. طيب نذيع. شكرا. مش التيار النسائي ده. ليه؟ انا احب كده اسمع كلام جوزي. اسمعي كلام جوزي؟ اه. انت متجوزه اصلا؟ لا بفكر. بس هي فكره حلوه عامه. في ايه؟ لا بسال يعني انت بتحبي تسمعي كلام جوزي وانت مش متجوزه ازاي؟ مش لا يعني انا احب ابين كسرتي لجوزي. انا احب مكسوره الجناح كده ان انا اقعد بقى هاتي وادي واكل لبانه بصوت عالي قدام جوزي. دي مستحيل. يعني ايه؟ فيها ايه؟ لا بحس انها ان انا كده بقل منه. ما بسمعش كلامه. بتقل منه؟ اه لازم اخاف منه. ماله مال اللبانه؟ ايه دخله في اللبانه؟ لا لا ما انت اه سوري ما خافش. حضرتك بتاكل لبانه. انا بتكلم عموما ما اقصدش. اه لا ما انا عارفه انك اكيد ما تقصدينيش يعني. اكيد يعني. انتوا متجوزين؟ اه اكيد. مش باين علينا؟ لا ما خدتش بالي. هو عندها مبادئ وقواعد ما بتتغيرش. على ايه؟ لا مش هشجع فكره ما عجبتنيش. رجعت بكلامي. لا مش مهم تشجعيها او من عدمه مش هتفرق كتير. انت بتشجعها؟ يعني خلاص ده كافي طالما انت بتشجعها. قشطه. لا والله. اه والله اصل الرجاله بصوتين. احنا مش مهم. اه والله. ما انت فاكره ايه؟ هو انا حاسه لبسك اوفر شويه. بجد؟ اه اوفر. انا بسالك انا وانا بكلمك. انا انت عماله تبصي له وتكلميه. هو ده مش عارفه افتكرته بيتكلم. ما خدتش بالي. لا انا اللي بتكلم. مش حاسه انه اوفر. لا حاسه انه اوفر. لا لا خلاص يبقى تمام. الحاجات دي بتعجب الولاد. انت فاهمه؟ اه انت اه استني بس انت نازله عشان تعجب الولاد. المشكله مش عيب. مش عيب طبعا. مش عيب اعجبه. قلت لك مش عيب. لا مش عيب. ايه رايك يا حسين؟ قلت لك مش عيب. حلو. حسين انت عارف معنى حسام ده يعني ايه؟ يعني سيف. والله والله اسم الحسين حسام يعني سيف. ترجمتيه انت يعني؟ اه انا بحب الاسم ده جدا جدا. مش لبسك باين عليه اوفر جدا بس انا حاسه اني شفت حضرتك قبل كده. انت ساكن في معادي؟ لا ابدا. غريبه. انا شفتك قبل كده. شفتي يعني فين؟ يخلق من الشبه 40 سنه. بس انا عامه بقعد في المعادي. في بنزينه كده على الكورنيش عارفها؟ بصي عامه المعادي احسن ناس بس يخلق من الشبه 40. مش مشكلة مش مشكلة. بقعد انا بقى ايه في المعادي. اه فين بقى؟ عند البنزينة اللي عند الكورنيش. اه معايا؟ انا بسألك انت عينك جايبة ورا بس ما تبجيش قدام لي. يعني انا قلت ابقى ذوق واركب جنبك وما اركبش جنب جوزي. هلاقيكي مش شايفة غير ان انت تبصي لورا. سوري مش خدت يعني مش خدت بالك. اه شفاف. انا معلش شفاف. لا لا مش شفافة اللي بقى واخدة منك. فكرني نعمل ريبورت. لسه اسمعي اهدي شوية. فكرني نعمل ريبورت بس.
ما ننزل. ريبورت في مين؟ فيكي. عشان يبطلوا اظن استاذ حسام قلبه حنين ما يقدرش يعمل. لا ما انا عامله بيكي الاوردر من على موبايلي فانا انا قلبي مش حنين. يعني مش الرقم اللي اتصل بيه ده مش رقم حد. ايوه. طب ممكن ترن عليا بقى 010؟ شوفي طريقك بس كده مسكتك يا ماما 34 حبيبتي. بصي طريقك وسكتك. انت ايديك طويله قوي ولساني ورجلي وكل حاجه فيها طويله. خلاص يا اسماء شكلك هادي ما يناسبش الفول كده. فلح اكلمك بالامان. وقف العربيه دي وانزلي لي وانا اوريك الفلح كويس يا فندم. انا مش هرد عليك عشان حسام قاعد. وقفي العربيه هنا. خلاص هوصلك. حقك عليا والله. انا ما احبش خراب بيوت ده. انا بنكشك بهزر معاكي. وحيد امي امبارح كنت لسه صالحه واحده صاحبتي على جوزها. كانت خلاص كلمه الطلاق على لسانه لاجل خاطري كبرلي. والله زي ما كنت متنحلي ليه؟ مش عاجبك كلامي؟ مستفز. بعد اذنك يعني بتعتذري باستفزاز؟ ينفع تركزي في الطريق حسام؟ انت مش عاجبك كلامي انت كمان؟ يعني يستحسن حضرتك تركزي في الطريق بس. حاضر. يستحسن تركز في الطريق بس يعني. مش عايزه توقف العربيه وننزل يعني؟ انا مش فاهم يا ستي. اركني بعد اذنك على جنب. حاضر. اركني على جنب. حاضر هركز في الطريق. حاضر. يا سلام ده انت اوامرك. انت بزوداها على فكره اهو. بتصل بصاحبتي. الو سوسو. يا سوسو يا سوسو. ايه يا قلب سوسو؟ ايه الاخبار يا حبيبتي؟ ايه عملت لك حاجه تاني؟ لا خلاص انا سفرتها. خلاص يا جامد. في 3 4 ايام يا معلم مع نفسي ده. طب استنى يخرب بيت امك. السبيكر مفتوح فعلا. ده بتخون صاحبتك. اللي بتقول لك بصالح بقى هو بنجز. طيب طلعت خاينه. ماشي ماشي كلامك تاني. فتحتي كلام مش يا ربي. جوز صاحبتك اللي كنت بتصالحوا بعض على بتصالحهم على بعض يعني؟ انت حمامة الخير والسلام اللي ده اخواتي فش حاجه. انا سمعت تقول 3 4 ايام مع بعض وكده. اخوات؟ احكي لي احكي لي. احكي لك. احكي لك يا حسام. انا اللي بكلمك. انا اللي بكلمك. ده انت نهارك ازرق. انا ما اعرفش هعمل فيك ايه النهارده. احكي لي ايه شقطتي ازاي جوز صاحبتك؟ اكيد مش بنفس الاسلوب اللي بتحاولي تشقطي فيه جوزي صح؟ بس اسمع اشقطه. ايه اللفظ؟ انا اللفظ. استاذنك يا فندم تركينا على جنب. استاذنك استاذنك تركينا على جنب. سيفت بس يا فندم بعد اذنك تركينا على جنب. لا هي مش عايزه تجيبها البر 010 220. انت برضه مش عايزه تتلمي من فكره المصيبه اساسا. انت ايه ده؟ عايزه اعمل لي انت اعملي لي انت في مخك يعني؟ صاحبتك وصاحبتي يا حسام. انا هتشوطي كلي وانا قاعده. خلاص يا اسماء اهدي نفسي يا عم. لا يا حسام خلاص خلاص يا مادي. عايزه افهم انت ايه اتجننت في مخك يا اسماء؟ يا مادي طلعها يا شغلك. طلع مين؟ طلع روحي. طلع روحي يا اسماء. يا اسماء يا اسماء احنا يا اسماء انا مش افتح لي الباب انا مرمطها في الشارع. ماتت في ايه؟ خلاص خلاص بنهزر صدقيني بنهزر. انتوا بتهزروا؟ انتوا بجد بتهزروا؟ الناس دي انا عايزه اعمل فيها محضر على فكره. محضر ايه يا ستي؟ من ده بتشقط الرجاله. استهدي بالله. خلاص استهدي بالله. حسام في ايدك محدش هيعرف ياخده مني. حاش هيفرقهم بعد ابدا يا عمري. بس انا مسحت الروش في كمك. ما تزعليش بقى. احنا اسفين يا استاذ حسام. لا ده انت عايزه تسلمي عليك. يا ست انا عندي حسام بتاعي. انا عندي حسام تاني. ده بجد. ما تزعليش. بصي هنا بصي هنا. قولي انك مش زعلانه. خلاص مش زعلانه. وانا سامحتك على العلقه الحلوه دي. مفيش علقه. ما لحقتش اعمل حاجه. قولي انك مش زعلانه تاني كده. لا خلاص حصل خير. وقولي ان انت موافقه تذيعي. اوكي موافقه تذيعي. كل سنه وانتم طيبين. انتوا طيبين. ورمضان كريم علينا وعليكم. يا انتوا متجوزين ولا اصحاب ولا زملاء؟ لا يا حبيبتي جوزي. جوزك؟ اه
سؤال غريب يعني، اكيد متجوزيني. لا اصل ما شاء الله حضرتك شكلك اصغر يجيب 10 سنين ولا حاجه. انت بالعكس ولا ايه بقى؟ وانت مالك؟ تقريبا بعكس. بجد؟ انت عبيطه ولا ايه؟ ثانيه بعد اذنك، ايه يا استاذه في ايه؟ انت اللي بتقولي ده؟ بقول ايه في ايه؟ مالي في ايه؟ لا انت مش عارفه بقول الحقيقه. هو حد يتضايق لما حد يقول على جوزه حد يعني حاجه حلوه؟ يعني انت مالك؟ لو سمحتي تقولي قدامك. انت بتقولي له هو ليه؟ انا ما قلتلوش حاجه، انا قلت لك حاجه. بصي للطريقه حضرتك. اسم حضرتك ايه بعد اذنك؟ اسم حضرتك بعد اذنك إيه؟ ما تقوليلهاش. انت مالك؟ انت مالك؟ مش لازم على اسمه ليه؟ مش هو اللي هيحاسبني بعدين بقى؟ لا اله الا الله. هو في ايه بالظبط النهارده؟ ما تحترمي نفسك. ما انا ده ايه ده؟ انا قللت احترامي؟ انا ما قللتش. اه طبعا. انت مش ملاحظه كده ولا ايه؟ قلت لي اسمك ايه؟ ما تنرفزنيش بت. انت بت؟ اه طبعا. ايه ما تخليكي في نفسك. ايه البيانة دي؟ ايه البيانة دي؟ ايه البيانة دي؟ انا عارفه ان انت مالكش يد في اللي بيحصل ده، انا متفهمه. بص قدامك. يا نهار اسود. بس انا حاسه ان انا شفتك في حته قبل كده. يا عمي بص قدامك بقى. انت بتكلميني انا تايه؟ ممكن شفتك في المعادي تقريبا. ما بروحش المعادي. بتروحش المعادي؟ لا. لا انت مالكش دعوه بيها، سيبها لي انا بقى. انت عايزه ايه يا استاذه؟ بس انا بروح المعادي، بقعد عند البنزينه اللي عند الكورنيش. بجد بتقعدي عند البنزينه اللي على الكورنيش؟ طب انت مالك امال؟ هو ما بيروحش المعادي خالص. تقولي قدامك بعد اذنك. كل يوم اتنين الساعه 2 اه ببقى قاعده هناك. بجد انت ايدك طولت على دراعي تقريبا. اه هكسره لك اصلا دراعك ده. تقولي قدامك. انت ما قلتليش اسمك ايه يا عم؟ انت قللت ادب. البرد بتاعك ده انت مستفزه تقريبا. محمد؟ لا احمد. حسين؟ بنت انت ما تعرفنيش. ايه ده؟ خلاص عشان خاطرك يا حسين. ايه ده؟ هو انا راكبه في تاكسي ولا ولا راكبه في كباريه ولا انا فين؟ انا فين؟ ايه يا بنتي؟ اوعى تكون بتروح كباريهات، انا ما بحبش الرجاله البايظه. امال انت بتروحي فين؟ انا؟ اه الحته اللي حسين بيروحها. مش حسين برضو؟ لا اسمعي والله اسمعي بنت انت ما تعرفينيش. 010 انت طالعه لي منين النهارده؟ بقول لك ايه، الراجل ده انا ما صدقت اني اتجوزته. يعني ده انا عارفه حد يبص لك. عشت سنين ما تجيش انت تخربي البيت ده، انا ارميك تحت العربيه اللي انت سايقاها دي. ما من همه خد قدامه. نعم يا اختي. انت يا بنت انت لو حشت شويه اللي انت حطاهم دول هتبقى زي خالتي. خالتك اصغر منك ب 30 سنه زي كده؟ بنت انت. نعم. انت طلعت لي منين النهارده؟ من عند اسماعيل. والله؟ نعم. انت جايه منين يا بنت؟ مستفزه والله. من الشارع اللي جنب اسماعيل. والله محيط امي. انا هعرفك الشارع اللي جنب اسماعيل ده هو صنعته ايه؟ بنت انت. بنت انت. في ايه؟ جوزي بالذات. لا اسماعيل فاهمه؟ اسماعيل خلاص بقى. دفع عني يا اسماعيل. دفع عني. لا دفع عني ايه؟ طب خليه يتكلم كده. انت قلت الادب اصلا. ده انا ضربت 36 طلقه انت مش من قلبك. حتى مش من قلبك والله يا مستفز. مش من قلبك والله يا سمحه. انت يا جدعان هتفتكري اني انا هسيبك ان انت تاخدي جوزك كده وخلاص؟ يعني اخده ايه بس يا ماما؟ ده انا حاربت الدنيا في حياتي. اللي بياخد ربنا انا ما باخدش حد يا ماما. ما انا عارفه اكيد عملتي له عمل. اكيد اكيد. اه يا اختي اعمل له اعمال الدنيا بحالها. مش جوزي؟ مش قلت لك يا سمعه بلاك عمل. اه انت يا بنت. ايوه خلينا ننزل بقى. انا عامل زي راغ مسكينه حاليا. ده انا هفطس. ايه القرف ده؟ اسماعيل. اسماعيل ايه؟ حد يقول لحبيبته القرف ده يا بنت؟ انت عايزه انا موتك النهارده ولا انت عايزه انا موتك في شعري؟ شعري شعري هقطعه لك يا اختي. الباروكه اللي انت لابساها دي هقطعها. مش باروكه والله. مش باروكه والله. ايوه انت اللي لابسه باروكه عشان قرعه. بجد؟ اه والله ما حد قرع غيري. لا اله الا الله. طب بتدافع عنها يا اسماعيل؟ نازله من البيت يا اسماعيل. ان انا هجيب اسماعيل. يا ابراهيم حد الحاله يا جدعان. انا اصلا اروح السجن. يا ابراهيم يا سلام. يا هايده بتنادى على مين يا بنت؟ الصياعين اللي هم حواليكي ولا ايه؟ لا لا انت هتلم على الراجل. كاميرات اهي يا ست. والله كاميرات. بنهزري والله والله العظيم. ده انا هشف فيك وحياه شعرك الاصفر يا استاذه. والله بابا وحياه اسماعيل. خلاص كاميرات. والله بنهزر. كاميرات يا اختي. يا هايده يا ستي تعالي 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 يا ستي تعالي يا ستي. ده انا هفطسك الليله. انت بتعكسي جوزي. ده انا هموتك. اوعي ده بتعكس جوزي. لا يا ستي خلاص 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 خلاص. ده الرجاله ده بنلاقي فيك يا شمسي دلوقتي. انت متضايقه ليه؟
قولي انك مش زعلانه. طبعا لا انا مش زعلانه، انا اسفه عشان ضربتك، حقك عليا. بس اي ست مصريه بتخاف على جوزها وعلى بيتها. تعبتي اكيد. طبعا جوزي عشره عمري. امال ايه، ازاي ما اقدرش؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. قولوا انكم موافقين نزيه. طبعا موافقين. صباح الخير. النهارده الجو التلج تلج. حلقه جديده من كريزي وومن. في عز التلج بنشوف الدنيا هتمشي ازاي. خلينا نشوف. الجو تلج قوي باين يا بابا. الدنيا برعشة جدا. اللهم صل على النبي. ما تستخسرهاش في الاسفلت يا بابا. الله ينور. جامده العربيه. والله بس غريبه يعني ان ست يعني شغاله. ليه ما غريب الا الشيطان. لا 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 الله. اول مره تشوفها ده ست بتسوق عربيه. يعني الستات في السوق مش قد كده برضه يعني. لا لا ده انا ممكن بص كروز لكروزه كده. لا 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 والله انا عايز غرزه واحده. لا بص غرزه واحده. صلي على النبي. يا ولا نوريك المواهب. لا 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 صحيح. المواهب باينه عليكي مش محتاجه يعني. والله بس اكل العيش. لكن انا لا انا بشتغل في البلوجر. ايه في البلوجر دي؟ بلوجر يعني. فما مش احنا بنشتغل فيها ولا بيبقى احنا هي؟ انت شغاله مع فيسبوك يعني ولا انت شغاله في الفيسبوك؟ هو الفيسبوك كده. عندك بقى اكونت؟ بقول لك ايه خربت الدنيا. اشتريتي بكام؟ لا اشتريته ايه، انا عندي متابعين بيعملوا لي كده متابعه لوحدهم. عامل لي ايه؟ دفني دف. ايه الاكونت بتاعي؟ اسمي الدموع الحزينه. ايه الدموع الحزينه؟ انا تليفوني فاصل بقى فصل. بس يعني الاسم بتاع الحساب بتاع الفيسبوك كده الاسم يشد. سيبك انت. لا مش عشان يشد، عشان دي حياتي. انت دموعك حزينه؟ والله. دموعي حزينه والله. بس بقى دلوقتي ممكن تكون دموعي فرحانه لو انت ساعدتني. اساعدك ازاي؟ انا دلوقتي في منتج واحدة صاحبتي بتصنعه وانا ببيعه. شوف كده بص اللهم صل على النبي امسك الخامة. بسم الله. لا الله اكبر يابا. وبولو لا صارفين. ايه انت قلت اسمها ايه؟ بولو. اصلي. اصلي اللي انت قلته ده. يعني دي اصلي. اصلي باين عليها. اصلي. وانتي اصلي كمان. اصلي يابا. ودي صلي على النبي. بس انت لا بص احنا ممكن يلا نعمل اختبار سواقه. لا لا لا, لا, لا والله امسكي بايدك الاثنين. لا الدركسيون ما دي الاصول بقى. انت مش شايفني لابس الجاكيت الجينز؟ لا بصي هو الاصول اللي احنا لا لا الاصول ان انا اسوق كده كده ولا فارق معايا. ولو سوقت كده لا لا ما يحصلش. ايش امال ايه؟ لا بكلمك صح ماشي. طب ربنا يوفقك انت وصاحبتك يعني. صاحبتي. يا اختي يا اختي بص بقى فاهمك القصه دلوقتي. احنا ايه في الشغلانه بتاعت البلوجرات دي. هو انت ليه بنزين بيرفع منك كده؟ ليه؟ عشان جامده. ايه مش الموتور مثلا بيتقسم؟ لا كده بص اهي الموتور. انت العربيه دي بتاعتك؟ امال ايه يابا سرقها؟ لا مش سرقها لا سمح الله. بس يعني هتدفع كتير في العمره بتاعت الموتور. ما تدفعش حاجه يابا الحرفيين بتاعتنا. يا شيخ امال ايه حرفيين ودموع حزينه انت في حاجه؟ واضح ان انت على قلبك قد كده يعني. اللهم صل على النبي. من فتحه النهارده والله حتى النص بتاع الايه مش لابسه الخرزه. يا خساره. اعوذ بالله. النهارده الخميس يوم 5 في الشهر شهر 5 5 من شهر 5 بتاع من 5. طب رجعي بقى الشنطه دي. بقى نرجع للمرجوعه بقى. ماشي الشنطة دي لما احنا بنبيعها بنخلي اللي بيشتريها لما مؤاخذة يصور كده ويقول لك الله جميلة برافو جامد الشغل ده فاهم؟ يعني. هي ده اسمه ايه تاني عسل؟ ريفيو. الريفيو. لا ريفيو. ريفيو؟ لا انا الدغ في الريه سيبك انت. الدغ؟ يا حلاوة عسل. فرفور يعني؟ ايه لا مش عارف اقول لك ايه الحقيقة. مش عارف ازاي؟ بدأناها بقى خلينا نوصل ونركز في الطريق انت خاطب عسل؟ ولا بتتريق على الريح بتاعتك برضو ولا بتتريقش يابا؟ لا لا هي بتحبها. بتحبها؟ شغل فرافير ده بقى.
بيجيب برضه. اه جامد. اه ده كده بياكل كده. في الشط. اه. بياكل في اي حاجة عامة. طب وبعدين بقى نصور بالشنطة ولا انت عمال بقى تستقطعني؟ الشنطة هدية يعني؟ لا غالي او الصد. لا ما انا عندي فولورز برضه كتير. بجد؟ اه بس على التيك توك بقى. التيك توك عارفة اللي عليه البنت بتاع اسمها ايه يو؟ يو؟ ايه؟ اسمها ايه نسيت اسمها؟ اللي هي يا حبيبي يا كده بتعمل كده دي بس ناسي اسمها بس عادي ما بتعجبنيش قوي. اه انا اجمل. اه عشان تبقى فاهم انت اعمل لك اكونت ممكن اعمل لك اكونت على التيك توك واخد منك الشنطه. طب احنا نتصور بالشنطه بقى ولا واعمل لك بقى ريفيو على التيك توك؟ اه على الشنطه. على الشنطه؟ اه ونكسب بقى فلوس. لا ما يجيلك بقى فولورز من عندي. مش انت عندك فولورز كتير على الفيسبوك؟ طب خلاص انا انت عايز فلوس هديك فلوس بس نصور بالشنطة. لا ما انا هاخد الشنطة. ليه؟ كده هتديني كام ده؟ ده ببلاش. هي الشنطة بكام؟ انا هشتريها منك 200 جنيه. وانت هتديني كام؟ 200 جنيه. طب يبقى فرق ايه؟ 200 جنيه. خلاص انا هاخد الشنطة. 200 جنيه؟ لا هاخد الشنطة مش عايز ال 200 جنيه. خلاص اتفقنا. خد بقى اعمل لي الريفيو يلا. امسك كده انا فاتحه الكاميرا. طب انا عايز افتح الاكونت بتاعي. لا انت صور وانا هبعته لك بالبلوتوث. بالبلوتوث اسمه ايه؟ بلوتوث. بلوتوث في ايه؟ لا مفيش الدنيا برد زي ما قلت لك. لون انت بقى. اه لغه وقرف. اه لغه وقرف الله. بس اللغه بتاكل برضه. اسمعي مني اعمل بقى بالكاميرا بقى اهو بعمل اهو. صلي على النبي عايزين نوصل بس والبن. يلا انا هقول اللي انتوا جبتوا لي هديه. ايوه وان الشنطه دي صح الصح وانتوا بتوزعوا هدايا عشان الناس تجيلكم. ماشي قول بس ان ايه دي بتاعتك. خلاص اشتريتها. ماشي يا جدعان انا النهارده اول مره يجي لي هديه من التيك توك. ماشي الشنطة عايز اقول يعني من صفحة الدموع الحزينة بس هي عكس الموقف تماما. يعني الشنطة في منتهى الروعة. يعني لو بصينا على بدأ فيل حاجة يعني بسم الله ما شاء الله عليها. السوستة حلوة. السوستة حلوة. ما احنا كده هنبوظ الفيديو بقى. انا دوست بوظ ما تخافيش. لا اعمل كده صوت تيو. ماشي هنعمل تيت وانت بتشتمي. ما انا ما شتمش لسه. انت ناوية يعني ولا ايه؟ لا لا اشتمك ليه غالي احنا جدعانة. ماشي نهيد تاني. لا حلو ده انت مش قلت ان انت خدتها؟ اه انا سعيدة كده. بص بس على الشارعي. اه ممكن ناخد اخواتي في طريقي. اخواتك ايه؟ الرجالة بتوعي. سامع مؤاخذة بنت على دكاري. مش المفروض دكارينا على بنت ولا؟ لا انا الاخير. انت الاخيرة؟ ايوه. طب ما انت الأخيرة أنت مش الأولى يعني. هو كده تتقال كده. وبعدين احنا مختلفين في اللغة فما نتناقش فيها. أنت كنت في كلية؟ لا بس معايا دبلون. دبلون إيه؟ صنايع. اه سبعة صنايع والبخت ضايع؟ اه خرجت في سنة أولى. يا لهوي يا على ما حوش. ده إيه؟ يا فريزة. يا قلبي. إيه اللي أخر كده فريزة؟ معلش زورة غير. عارف ان دول الوسطليني مرميين في الشارع من بدري. ايه اللي اخرك كده بريد؟ مش انت هتخلص الورق وتيجوا؟ انا عايز انزل بس الاقي جنب. خلاص اتقل. خلصت الورق؟ خلصنا كل حاجه ومية مية. النضيفه مريزه ما تقلقيش. ما كانش فيه طرطشه كده ولا كده؟ ما فيش اي طرطشه. ولا حمرة ولا خضرة ولا صفرة. تعرفين الاحمر ما بيطلعش من الهدوم. انسي. مش هقول لك انت عارف. احنا جداد ولا ايه في الكوره بريزه؟ طب مش هنيه يابا. اقول لك ايه؟ ما تيجي ناس. انا عايز ابص على القفش. ما تلاقيش الدنيا فل الفل اخر انتكه. طب احنا القفش بتاعنا على اربعه. سؤال بس. على اربعه ليه يا بريزه؟ عشان معانا الوحش. الوحش ايه ده؟ انت بريزه ركبتيه معانا ليه يا بريزه دوت في الحوار؟ خلاص بقى الراجل على وش جواز. ما تخافش يا سعد. انت على وش جواز؟ اه اه خد. مبروك عليك يا ابو الشباب. الف مبروك يا اخوان. تستاهل كل خير والله حبيبي يا اخويا. خد دي
الف مبروك، ده اول شغل ليك. اصبر عليا امسكها بس كويس بايديك. لا ايه مفيش، حب الموضوع. لا حب الموضوع يحبك. لا مش هنسيبك اخلع منك يابا. بقى يابا الفلوس السهله حلوه. الشنطه دي احنا عايزين شكل نضيف زي القطه ده. ايوه طب ادوله. طب ده اقسم دلوقتي ولا ايه؟ بقول لك ايه كده ابريزه، قسمه ونتكله على الله. على اربعه، على اربعه، على أربعة. تقسمه ايه؟ انت كده ابوك القرش. فلوس. لا انا عمري ما كان ابويا القرش. يا ده ابوك اسمه القرش. الله يرحمه بقى مطرح. ما بنقولش اسامينا قدام الناس الجديدة بقى. ايه؟ انتوا اخواتا؟ الاتنين اخواتي. ايوه امبارح اختنا الصغيرة. كان عليكم كلام مش حلو خالص. ما عارفين نفسهم. دي الصغيرة بتاعتنا، دي الشيء. جنين عينينا. ايه ده؟ اخي العنود بقى. ايه ده انت عملت ايه ده؟ انت عملت مصلحه من ورانا ولا ايه؟ والله لا. امال ايه موضوع الشنطه دي؟ عشان لو اتعكشت وتبقى بتاعت وخليت تصور فيديو. ده اصحابك. شاطره فريده. ودي وانت عاوز تقبض ببلاش مثلا؟ هو اللي عمل الشنطه دي ما عملش غيرها يعني؟ ايه بس لا غيرها. وغير اهو حلاوه. والله كفو كده صغننه. ما اعرفش بقى تاكل ولا قرش. ايه انا قلت نصوره بالشنطه وننقل فيها بما ان مسكها بايده حلوه دي. يا بنت اللعيبه شفت باريزه؟ نفعت نفعت، ما نفعتش وروحنا خلاص يغور يروح. يلا على رايي عديتك تتراضى. اهم حاجه تتراضى، ما تقلقش. اوعى تقلق. انت بالك ساكت ليه ومخطوف ليه كده؟ انت اول مره. ما قلتش كلام يزعلكم. انت اول مره عشان صعبان عليا قوي اللي هي تعملوا فيكم بعدين. صعبان علي ايه؟ هنام فيهم ايه يا ابني؟ ولا دخت دخت يا ابني. انا دختي شيء من البطن بتتعارك. ما تتعارك انت. ايه العواك؟ تتعارك العواك وبغداد. ودي عيش كنت قافش الفلوس عجبتك قوي. ايوه يا خبر اسود. ايه ده في ايه؟ سعيد العراقي. يلا تاني امسك امسك. ظابط جيش. ايه باشا؟ خد بطاقتك كده. بطاقه؟ انت شكلك حرامي. يلا شكلك انا شكلك حرامي والله. بس فين الشراب بتاع الحرامي؟ مش لابسه ليه؟ بص بقى هو ايه؟ صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل. احنا راجعين معاها. ده جه ركب في نص السكه. هات البطاقه بس الاول. لا هو كان في حفله تنقل. معاها اي والعراقي. انا هات البطاقه بس. طلع البطاقه. انا يابا انا اعرفك. وباريزه واعمل لي ريفيو. ورمال الشرطه يا باشا. واحد راكب يا راح مش رامي بلا يا بيه. يا باشا انا في كليه هندسه. يا باشا عمال يتكلم في التليفون ويقول لهم انا خلصت ورق في البنك من غير طرطشه. ايوه ولا احمر ولا الشنطه دي. الشنطه بتاعته يا باشا. الشنطه دي مش بتاعته. الشنطه دي قالت لي دي ما انا رافع انا حاجه. بص الشنطه دي فين؟ قالت لي ايه؟ اعمل ريفيو. اعمل ريفيو على دي. هات الشنطه. انا ما اعرفش الكلام الحرام ده يا بيه. ما اعرفش الريفيو ده يعني ايه. بتاعي يا اخي تقيل. لا يا اخي. لا هي بصراحه مؤدبه. انت بتضرب الناس بالبطن ليه يا اخي؟ بس ايوه طبعا ريفيو. بتضرب الناس بالبطن ليه يا اخي؟ يا اخي تقيل. خلاص والله العظيم يا رب. بتضرب الناس بالبطن يا بيه. اخس في الشنطات بتوعك يعني؟ طبعا انا ما فيش حاجه فيهم بتاعتي. وبتصور بيهم يا باشا؟ حد عنده الفيديو اللي الفيديو بقول اللي جات لي بقى انها هديه. قال لي عشان هي قالت لي عامله صحه اسمها الدموع الحزينه. الفلوس بتبوظ اخلاق بني ادمين. يخس على التربيه. طب انتوا ايه اللي مقعدكم طب هنا؟ احنا لا كانوا بيقسموا بعد لسه جايين مشوار. عرض عليا اخد فلوس وانا ما رضيتش. على يدي شفتها. لا دي سهله وحشه. مؤدبة. طب انا عندي سؤال. سؤال بس حضرتك. بس ثانيه. لا لا ثانيه واحده بس. البي معاه تليفون. ده بثانية واحدة بكلم حضرتك. بس الحكومة جاية. الحكومة جاية. اركب اركب بسرعة. الحقيقة يابا حكومة. خبر اسود. يلا يلا. امال انت مين؟ اجري اجري اجري. الحكومة جاية. الحكومة جاية. مش زعلان بس عايز الحق مشوار. هنوديك يا عم. بس على فكرة دي مش ما هو يعني انت اللي حرامي. صوت طيب. قول انك موافق نزيع. زيع يا عم. صباح اللول. تعنينك خضرة؟ خليك نمشي على اللوكيشن. نمشي على اللوكيشن. عشان عينيك خضر. يعني ابن ستة مش ابن سبعة كمان.
ستة هو كده كل عينهم خضرة خلقيين وتحسهم يهود كده ما تفهمش. ما كلمتك بكلمك بالأمان ما سألتك صباح الله بس انا ما اعرفش ما برتاحلكوش كده بس لا شكلك غير وانا ما عملت لكيش حاجة احنا لسه من صباح الخير صباح الخير صافي على من صافي على مناسبة الهدنة ومعاهدة السلام دي اقول لك بقى دي مش شغلانتي ماشي شغاله ايه طيب انا بشتغل في البلوجر حلو انا صاحبتي بتعمل الشنط وانا بيعها حلو ماشي ماشي حلو ماشي هو اللي مشغلك لا بس ترزق بقى اه وبعدين ايه بظبط الكلام مع اخواتي حلو كله على الظبط تجي لي على الظبط اجي لك على الظبط المهم بقى انا معايا ايه المنتج بتاعنا حلو ماشي ماشي الشنطه بص عامله ازاي اللهم صل على النبي عسل حلو الشنطه لا بالامان لا حلو والله. بص عليه لا حلو اديها ساعه تجيب كتير والله اديها ساعه يعني ممكن نقول 100 جنيه دي مثلا 200 ليه يعني لا حلو فيها ايه يعني فيها فلوس لا فاضي لا لا جامده والله العظيم لا والله غاليه قوي لا وحيات امي ما غاليه الغالي يرخص لي يا بي الله لا يرخص لك لا لا كل يهودي واخضر وبتاع مش انت انا بتكلم على بقيه الناس انت عارف لا 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 هي 100 حلوه قوي 100 100 طب اللي ادالك ببلاش كتير عليا ايه رايك لا كتير 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 مش حاجه تغليلك بس فيديو صغنون بقى تقول للصفحة بتاعتي ان الشنطة حلوة عجبتك ده بعد ما نروح بقى ونوصل بالسلامة يا باشا مش ورا علي كمان كمان شوف العسل ده جميل قوي بصالحك اهو ده حلوة المواصلة دي والله جميلة خد بص انا فاتحة الكاميرا اهو ماشي فتحت الكاميرا اهو خد بقى قول ان الشنطة حلوة والله بص يا جماعة انا مبسوط جدا 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 يعني ان انا ركبت مع الكابتن اللي انا راكب معاها دي بطة اسمها بطة ايوه وهي يعني بطة القرش بطة القرش اه ومعاها الشنطة دي اهي زي ما انتوا شايفين كده الشنطة على ظبط الظبط على ظبط الظبط زي ما هي بتقول اه واديتها لي فري يعني فالشنطة إيه جميلة ايه اديتها لك ايه؟ ببلاش ببلاش فاضية فاضية واديتها لي ببلاش بصراحة بس هي طلبت مني ان انا اعمل لكم فيديو اقول لكم رأيي في الشنطة بصراحة الشنطة جميلة زي ما انتوا شايفين واللي عايزها البيج بتاعتك اسمها ايه؟ الدموع الحزينة الدموع الحزينة يا ريت يعني تكلموها ولو عايزين تعملوا اوردر هي هتوصلها لكم لان هي شغالة كابتن وبتوصل الاوردرات ببلاش مع بطة القرش ايوه قول انت بقى لا قول انت بقى كله ما يستاهلش والشنط جميلة جدا شكرا اتفضل يا اللهم صل على النبي عزف اي خدمه ايه بيبعتهولي بقى لما قبل ما انزل عشان انزله عندي لا مش هديك رقم ما يصحش طب ليه طيب عيب يابا بقى كله عزبت ومش عارف عزبت بس ما تكلمنيش بالليل لا بالليل عشان اخويا عاطف القرش شديد قوي عاطف القرش؟ اه نعم ماشي ماشي معلش بس استسمحك يا غالي اخواتي بس اخدهم في طريقي ممكن يخلصوا ورق في البنك اخواتي بس انا مؤاخذه بطة على ذكري طب ما انا المشوار بتاعي طب انا رايح الشغل هتاخر لا ده في طريقنا متاكده اه بعدين يابا مش اتفقنا مش هاخد منك حاجه ايوه ما انا عندي لا بقول لك ايه انا بنت بس رجوله ايوه مش انا عندي رجوله معاي. ايه كده طب انا مش عايز اتاخر بس معلش خلاص ورقه في البنك بسترزق ماشي ماشي خلاص البنك اهو يا بريزه اوه ايه يا حبيبي ايه متوقع ايه تأخرت ليه يا سلام ايه عايز اقول لك كان سهل لو بسيطه يا عم اصبر نضيف النضيف مين ده الحمد لله رب العالمين مفيش طرطشه لا 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 مفيش اي طرطشه ولا احمر ولا اخضر ولا احمر ولا اخضر وقف بعد اذنك مين دول اخواتي اخواتك مين اخواتي القرش الشبلر اخواتي دول سارقين سريقه لا لا بص الواد عينه اخضرت ازاي لما شاف الفلوس لو جاب الدولار اصبري بس اصبري انت لو جاب الدولار شفت اقفي طيب اقفي طيب مالك في ايه مالك في ايه هو جديد لسه جديد جديد ايه يا عم قديم ايه ايه يا ست يا ست
تاني بعدين. اقول لك ايه، ويجي بقى الكاميرا جايه معانا يا عم. انا شيل الشنطه يا عم، اهدى شيل شنطتي بس. كانت ماشيه حلاوه. بطل كده. ايه انت مين فيكوا عاطف اخوها ولا انتوا مين؟ انت بتعمل ايه؟ انا عاطف لستليني. هنقسم ايه؟ هنقسم على ثلاثه. على اربعه ليه يا باريزه بقى؟ انتوا مين؟ انتوا جايين من ايه يا باريزه؟ جاي راشي كده يا باريزه. يا ستي نقسم، نزليني انا، نزليني. ايه ده؟ ثانيه واحده، نزليني. انت ايه مشكلتك؟ يا عم ايه مشكلتك؟ انا قلنا هنقسم سوا. قلنا هنقسم سوا. انا كل حاجه يا ابني. لحظه واحده، انا راكب مع شغل. ايه انتوا مين بقى؟ بتعملوا ايه انتوا؟ قالت لي هجيب اخواتي، مش عارف بيعملوا ايه. كانوا بيخلصوا ورق، ما يخصكش ورق. ورق ده، ده شكل لازم يخلص ورق. ورق ده ولا مش ورق يا عم؟ ورق ايه ده؟ ورق ده ولا مش ورق؟ خد الورق. الورق بعد اذنك. لا ما خدتهمش، انا قلت اسيبهم للراجل اللي هناك. ورجعك تاني في 400 جنيه. لا لا، هياخد نسبته زي يا عم. نسبه ايه بس يا ستي؟ يا باريزه انت بتنططي من على الشجره علينا كده يا باريزه. عارف عايزين واحد شكله نضيف يداريكو. جت شكله نضيف انت. واجهه يا عم. واجهه ايه بس؟ انت واجهه بتاعتنا. خد انت الواجهه. مبروك مبروك. انت الواجهه والله. انت تستاهل كل خير. امسك يا عم. بسم الله ما شاء الله، ده مسك المفاتيح من اول مره. لا وبعدين ايه؟ انا قعدت 10 سنين عشان امسك المفاتيح دي. انا 10 سنين من انا والله. انت مبروك علينا. ايه بابا بلهبط؟ نزليني بعد اذنك. مفيش نزول. وبعدين انت ماشيه، ده مش طريق شغلي. ده ده طريق بيتنا. شغلك هو ده مش شغلك؟ انت بقيت واحد مني يا عم. ده مش شغلك؟ دورك. ده مش اكل عيشك؟ اعزونا ونتجوز ونلخص يا بنت اللذينه. طول عمرك نفسك في وضعيني خضره. لا والله بكرههم. بس احنا طول عمرنا ايدينا واحده يا جماعه. لحظه واحده، عمرنا ما كنا فكه يا ولا. بقول لك ايه، انت قسمت معانا خلاص. اتقل بقى رزقك يا ابن المحظوظه. انا بقى انا عايز اعرف انت ايه مشكلتك يا عم؟ انتوا مين؟ ايه مشكلتك؟ انا مش فاهم. ايه مشكلتك؟ ايه مشكلتك فين؟ يا نهار اسود. ايه ده؟ ايه ده؟ الصوت جه. بص سيد العراق. باشا باشا سيد العراق. الناس دي بطاقه بس. بطاقه بطاقه بس الاول. بطاقه يا باشا. امسك شنطتك يا بيه. يا عم وسع كده. طلع البطاقه. طلع البطاقه يا باشا. انا ما اعرفش ايه ده باشا. انا يا باشا انا دلوقتي طلبتها والكابت جات لي كابت. طب البطاقه بس. طب البطاقه. البطاقه فاتها كلام. انت شكلك حرامي على فكره. انا يا عم الشنطه. انا سمعته بيكلم حد بيقول انه سارق سلاح من البنك. حرامي يا باشا. انا حد طالب جامعي وماليش دعوه بالكلام ده. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل يا فندم. خليك شرطه خدمه الشعب. بلا صوره بقى. هي كل البطاقه. طب وريني الشنطه. الشنطه دي بتاعتك صح؟ يا عم مش بتاعتي. لا بتاعته يا فندم. بتاعته. والفلوس دي بسلطوا عليه. مش بتاعتي يا باشا. انت يا باشا انت وحاول يعرض علينا رشوه يا فندم. بس احنا مرضناش. انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ يعني مفيش. انا يا جدعان مفيش احسن من الشرف. مش الناس دي. انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ مش الناس دي. مش الناس دي بتقول دلوقتي الشنطه دي بتاعتك يا باشا؟ مش بتاعتي يا باشا. انا راكب من غير شنطه. قالت لي انا هقابل اخواتي ومش عارف ايه وهنوصلهم. قلت لها انا عندي شغل برده. مش مقتنع. قالت لي دقيقتين. والدقيقتين فجاه لقيت الاساتذه ركبوا معاهم الشنطه دي. ايه ومعاهم الشنطه دي ومش مش عارف ايه والشنطه دي. الشنطه دي مش احسن من الشنطه دي. مش الشنطه دي يا باشا. هم اللي لسه حاطين هصبري. هم اللي لسه حاطين يا باشا. انا مال انا يا فندم؟ احنا لسه جايين من درس البيانو. اصبري. اه حتى لبس البيانو انا مال انا يعني؟ ده شكل بنادم يسرق. ما منطقي يعني. بص بص الاشكال مال ان احنا بنعزف. شكلك بالشنطه بالبتاع بالفلوس. حضرتك ظابط اي حد يعني خضره جاي منه. ما تعملوش يا فندم. اه والله الحقيقه. بس انت هتعمل ايه؟ مفيش احسن من الشرف والامان. ثانيه بس الباشا معاه تليفون. انت هتعمل ايه؟ الو الو. ايوه اهدى يا ده سيد الحكومه. يا الحكومه طب يا خبر يا اسود. اجري اجري اجري. طب هنقسم فين؟ هنقسم فين؟ الفلوس دي امسك دي. انا رايح فين؟ بلمسك دي عشان نروح نقسم. يا اخوانا تعالوا عشان نقسم. الحكومه طب بيقول لك. الحكومه طب بيقول لك. بيقول لك الحكومه طب. يا اخواتي حرام عليك. خد يا عم والله ابدا. هنقسم. بص بص والله العظيم عينيك خضره وما هرشت. مش قلتلك مش معانا. بتهزري على السوق يعني؟ انت شايف شكلهم؟ لا ايوه. ما هو ده المقصود. سنه عشان تكون اول كده. بص على شكلنا. ما هو انت شكلك هو داخل بيقول لي لازم بيانو. انت خدوا دي البنك. انا خضره وانا بقلم من العينين خضره. بص انا ماشي. انا كان لازم البشك. كل سنه طيبين. كل سنه طيبين. انت كنت معانا في كريزي وومن؟ مش عايزينك زعلان؟ لا. بص انا اقول انك مش زعلان. مش زعلان خالص. من قلبك. قول ان عينيك الخضرة سبب بؤسك في الحياة. مش عيال عمالي سبب بؤسك في الحياة. اسمعني يابا.
بص انا اقول انك موافق نذيع. موافق من قلبك او عين خضراء؟ قلبي والله. ابن ناس برضه. اهم حاجه متخبطنا. اسمحش لحد يستعجلك. بكلمك بالامان. بجد؟ والله. قول لهم انا جاي ما تقولش انت فين، يعني اللي يكلمك قول له الو يقول لك انت فين، قول له انت مالك معايا. اوعى تخلي الناس كده. بص خليك تملي راكب انت. هو في ايه حضرتك؟ ما انا بنصحك نصيحه لله، محدش قايل لك الكلام ده. والله الشغلانه بتاعتي علمتني حبه ياما. طب بنركز في اللوكيشن طيب ولا ايه؟ لا انا بركز في ثلاث حاجات مع بعضين. جدع والله. قصدي مش شغلانتي. انا حضرتك بتشتغلي ايه؟ في البلوجر. بلوجر؟ فلوجر؟ إيه انت قلت ايه؟ ايه فلوجر دي؟ لا انت محتاج تتعلم على فكره، انت معاك شهاده؟ انا اللي محتاج اتعلم. انا بشتغل في البلوجر. طب اوكي تمام. استنى اخر. ايه؟ لا لا بكلم نفسي. عسل. شكرا استنى. بشتغل فيها بقى؟ وصاحبتي بتبيع شنط. أيوة. وانا بقى ببيع لها الشنط دي. بص بص حاجه اللهم صل على النبي. ايه عسل. بص شوف. عادي يا رايق. ايو انا قطع على بعضينا. شفتها؟ لا لا امسك. لا إيه شفتها شفتها والله. لا شوفها تاني والله. والله لا تشوفها تاني يا شيخه. وحيات امي شافها شافها. امسك بس الخامه والسوسته وكده. الله جميله. بكام دي بقى؟ بكام بكام بكام؟ مفيش سعر دي عشانك مجان. هاخدها وانا ماشي. حاضر. لا لا شوفها. ايه ده؟ شوف جامده والله العظيم. دي عشانك انت. ربنا يخليك والله مجاني. شكرا ربنا يخليك. ماشي. اقول لك على حاجه كمان. قول. مش هاخد منك فلوس يا شيخه. يعني مجاني يابا؟ رجوله فينا كده. اصلها مش بالشنب. هو انت منين؟ ياما شنبه تحتها عبايات. انما انا لا مؤاخذه ذكر. ايوه انت منين بقى؟ احرفي. عشان كده. في حاجه؟ لا والله بسال عادي. لا افتكرت في حاجه. لا مفيش حاجه. لو عندك اي عربيه اي لوري اي تريلا اي حاجه محتاجه ظبط عندنا الظبط على الظبط. جدع بالامانه يا ستي. ومحدش ياخد منك جنيه لاجل بطل قرش. وربنا خلاص والله. شكرا. استنى لما اخذ بطل على كارين. ايه ده؟ يعني عندي اتنين اخواتي رجاله. انا بقى التالتة بتاعتهم. انت التالتة؟ يعني انت التالتة ذكر. اللهم صل على النبي. في حاجه؟ لا لا ما احنا عندناش. ينفعش عندنا البنات تبقى كده. هو انت بنات السايسه ملهاش مكان بينا. عشان انا ذكر مفيش حد يعرف يجي على سكتي. اللي جه على سكتي نقطع له سكته. معروفه سكته. واخد لي بالك؟ في حاجه عندك سكه ولا ايه؟ كلنا عندنا سكك الحمد لله ربنا كرمنا. لا يابا كل سككك ما تجيش خطوه في سكتي على الامانه. يعني لا صحيح. بالله عليكي بس يعني ركزي في الطريق. بس انا بقول لك بقى ركز في 300 حاجه مع بعضيهم ما يخصكش بقى يا بيه. المهم بس شفت الشنطه مسكتها حلو؟ شفت مسكتها جامد. ركزي بقى في الطريق وخلينا. طب انا مش هديك الشنطه مجاني. خدتها. خدتها؟ انت بتاخد شنط؟ انا باخد شنط الحمد لله. طب واوصلك مجاني صح؟ انت عايزه ايه طيب؟ عايزك تصورها لي في الريفيو. ايوه وحطها على الصفحه بتاعتي. طب اقول لك على حاجه. انا بعمل اعلانات تمام. ممكن اعمل لك اعلان، ايه رايك؟ حلو ده. حلو. واعمل لي ملشن. تمام من عيني. ماشي من عيني والله. طب بس ركزي في الطريق ويلا. طب خد عشان اركز في الطريق. انا فتحت لك الكاميرا اهو. لا انا حضرتك انا هبقى اعمل لك الاعلان. اثبت بقى. اثبت. خد الكاميرا اهي. خد اعمل لي بقى ايه ريفيو على الشنطه وقول انها بتاعتك. خد امسك. طب انا هبقى اعمله لك وابقى الكاميرا هتقفل. طب يابا ماشي. بص بص هقول لك انا هفهمك على حاجه. انا معايا الكاميرا بتاعتي والحاجه بتاعتي والعده بتاعتي كلها بعمل اعلان. لا دلوقتي وصلينا. طب دلوقتي. طب ما انا دلوقتي وانا هوصلك بقى. معلش يلا بت بس بالتليفون ده. خد الكاميرا اهي. حاضر. يلا امسك الشنطه بقى. حلو كده اهي. الشنطه دي حلوه. ايوه اهي الشنطه الجميله اهي. لا امسك التليفون كده عشان يبقى وشك وشعرك الحلو ده باين فيه. هروح احلق. اتفضلي بقى.
هتروح تحلق ليه عشان النهارده رايح احلق انا معني يا اختي؟ لا ده احنا عندنا الرجاله تحل من على حبل المشنقه. بسم الله ما شاء الله ولا محمود لا ترم ايه اللهم صل على النبي الايه طرف سنته اللي موجود في بقه ثواني ثواني مين ايه محمود مين لا ترم لا ترم ده بتاع ايه ده لا بتاع كاوتش اه اتصور بقى بالفيديو تفتح الكاميرا تفتح لك الكاميرا خد خد اهي الشنطه دي تحفه جدا يا جدعان واشتروها وهتعجبكم وهتبقى زي الفل يعني معاكم وهتعيش معاكم الشنطه بتاعته طب ما انت بقى وسط الفيديو كده لا ما ده فيديو بتاعي حبانا كده تمام مرضيه ماشي يلا مؤاخذه بس هناخد اخواتي عشان كانوا بيخلصوا ورق في البنك او بلاش كتر من في ايه لا لا مش حاجه ها تمام لا لما انا بقول لك يعني يلا بس بالله عليك خلينا نوصل انا قابلهم فين اخواتك دول اهم وايه اللي هم ايه ده هم مين دول لما. يلا يا باريزا يا اختي تاخرت ليه كده يا دوبك الزبون مات طب انا عادي ممكن انزل هاخد الشنطه وامشي ايه هاخد الشنطه عشان اعمل لك الاعلان اثبت يا نزليه بس اقول لك اثبت يا با يا ست استنى ما قلنا اثبت ما تشد يا عس مين ده باريزا الباب بس يا غالي انتوا لمين بس يا جدعان انتوا اخواتي اخواتي تتاتي ده تشيف القرش وده حود القرش القرش اكبر عيلة في الحرفيين تاما بص يا اختي اتنين قروش بص يا اختي حاجه تفرح ازاي اللهم صل على النبي حاجه بسم الله ما شاء الله اوبا متختخه حلوه احمر واخضر اختي مليانه انا اقسم قسمي قسمي بقى يلا على ثلاثه اهو لا على اربعه على اربعه ليه بليز انا موافق بس ممكن انزل او هسيب لكم نايبي عادي لا يعني لا. انا ممكن ادفع لكم انا اصلا لا تاخد معايا التليفون هديك خدي التليفون يابا هديك يا باريز انت مرشحه مع عند ما اعرفش مستند فوق يطلع معانا العمليه الجاي يا عم انا مش عايز ايه يا عم مش عايز ليه انا عندي مشوار بس يا جدعان مهم والله بص ممكن تنزليني والله اثبت بقى بضوافرك القمر دي لا تتقطم منك اثبت ما ينفعش يخلع باريز عشان يعرف كل حاجه عننا ما انا بقول لك بقى احنا هنقفش منزون وهنخليه يكتب علي طيب يعني دي مش باروكة ده شعر وباريس لا 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 بس الولا محمود هيشواح ولو عايش خلي ايدك جنبك معلش عشان ما تخافش من محمود انا اخويا معاك تقلقش يابا ايه يا ست انت قافش الفلوس كده ليه ما قلنا اهو مش عايز لا حول ولا قوة في ايه خليها معاك والله انا عايز بس يا بابات بقى انا قلت الفلوس على حجرة معلش يا معانا يا باريزة انت منططة من الشجرة علينا ليه يا باريزة يابا مستندفة شكله انت وشك اتحرق انت وشك اتحرق تقلق بيه يا اخي بلاش الصابونه المريحه دي لا اله الا الله يعني انتوا اثبت خبر اسود سعيد العراق سعيد العراق معاك حاجه يا بيه انا بطاقه الشنطه دي مبلغ عليها ايوه طب طلع البطاقه بص انا اصلا راكب انا جاي انا اصلا يعني انا مكلمهم وقايل لهم انا مكلم عادي فاهم فانا ماليش دعوه بالناس شكلك حرامي والله وريني كده سعيد بيه حضرتك هم اللي بشربات منكم وانا اللي شكلي مسجل مسجل بقول العربيه دي كلها متبلغ عليها بالشنط دي في شنطه ثانيه صح متبلغ على شنطتين اهو واحده والله العظيم ولما اختي بتصور في الفيديو وبيقول ان الشنطه بتاعته ايوه حسن والله العظيم ما اعرفهم حضرتك وبيقول لك يا طالب يا فندم بس انا الاوب طالب ما انا ما اعرفوش تمام وبعدين انا هكذب انا ما اعرفهمش انا هكذب بطل ايش اللي انما لسه مال تقول لك بطل ايش اي حضرتك يعني ما هو بيعترف وبيقول ان الشنطه دي بتاعتك مش بتاعتي وحاول يرميها يا فندم اربع مرات الشنطه قدامك الشنطه قدامك صح حاول يرميها يا فندم حطها قدامي لما ركبت حتى رزعت انا يعني وعمال يقول لي كنت بخلص ورق في البنك اتاري ورق بنك نوت مش باين عليه بص يا فندم هوريك هوريك حاجة انا اصلا ايه يعني انا راجل بتاع اعلانات انا ماليش دعوة بالكلام ده كله وريني كده وريني الاعلانات وريني
حضرتك يعني انا بكلم مش الراجل هتبقى بكلم جوزي. بس ثانيه حضرتك ثانيه واحده بس بقى جالي تليفون ثانيه وريني الو الا سيد اتقفشنا ايه بقى انت الحكومه جت الحكومه جت بيقول لك الحكومه جت ما انت مين حضرتك انا خالي سول في المرور ايه خالي سول في المرور ده انت جاي دلوقتي عامل لي ضابط في اتنين حراميه يا عم اوعى ايدك بقى الحكومه جت يا الحكومه يا عم اوعى ايدك بص انا اقول موافق نذيع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أتمنى يعني من حضرتك كأخت في الله اوعي تنسي ترمي السلام في أي مكان في أي حتة عارفة إلقاء السلام لوحده عليه 30 حسن تنسيش حاجة مهمة ليكي كأخت في الله يعني شكرا تملي لازم تتحلي بالسماحة والبشاشة وطولة البال ابتسمي مش كده الابتسام مهم يا حبيبتي انا بنصحك انت زي اختي الصغيره شكرا عفوا يا حبيبه قلبي عفوا ربنا يبارك فيك يا حلوه ربنا يخليك ايوه عارفه انت ربنا مشاور عليكي وبخاتها اصلا انا النهارده بشتغل ببلاش مجانا وهبه يوم الاربع كده لله من كل اسبوع وفي نفس المنطقة باجي حتى الناس كلها في المنطقة هنا حافظيني الأطفال اللي هنا غلابة جدا يا خبر ثانية واحدة أطفال غلابة جدا عارفة معلش لازم أخلي بالي طبعا إن شعري يكون متغطي بشكل كافي الزحمة في المنطقة هنا رهيبة مش قادرة أقولك يا خبر أبيض يا حرام عارفة أنا ضد الناس اللي بيعذبوا الدبان جدا حاولي تخرجي هذه الذبابة المعذبة أيوة خرجت ما خرجتش حرام لازم نكون متحليين بالرحمة اوعي هبوظيل البخور إنما ما قلتليش إيه رأيك في ريحة البخور مش كده؟ اتخنقتي ولا ايه؟ شوية لا البخور ده مهم بعدين ده مش من هنا ده مستورد تهتمي بقى بان انت تعملي ثواب وكده مش مخصصة اي حاجة في الدنيا اكيد ما شاء الله عليك ما شاء الله يا حبيبي يا حبيبي لا حاجة لله يا رب تتجوزي حبيب قلبي حبيبي مش معايا غير 200 جنيه 20 كده ولا حاجة ثواب خدي يا حبيبي شكرا يا حبيبي شايفة غلابة الصداقات دي لو الواحد يعلم ثوابها في الدنيا عمره ما يأخرها أبدا أكيد فهماني؟ فهماني طول الوقت حضرتك اتجوزتي ولا لسه؟ لا لسه لما بقى تواصلي على الصداقات دي ربنا يرزقك بابن الحلال إن شاء الله شوفي عارفة؟ عندي ناس من طرفي لو تحبي يعني بس ملتزمين أكتر من كده شوية يعني إيه؟ اكتر من كده اللي هو ايه مش قصدي اجرح في حضرتك بس يعني ايوه امال قصدك ايه برضه لا ولا حاجه خالص ما شاء الله حضرتك وشك باين عليه الايمان جميله انت جميله ما شاء الله شكرا وبتعطفي على الاطفال الغلابه شكرا الاطفال دول احباب الله انت عارف اكيد خدي شويه بركه خدي بص انا عايزاكي تحطي نفسك كده في قلب البخور ده 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 لو تعرفي فوايده وبركته والله ما تقطعي تشتري مني كمان بس انا ممكن اديكي شويه كده مجانا لله بما ان النهارده اليوم اللي انا بعتبره مجاني في الاسبوع ده يوم الثواب الاسبوعي بتاعي
لعلمك يعني يا حبيبي. بني قوي غلبان من الغلابة يا حبيبي. راضيني والنبي يا حبيبي. انا برضو لسه ما فكتش ال 200 جنيه. النبي تديله 50 جنيه ولا حاجة. شكله غلبان. جنيه؟ معلش ثواب. والواحد كل يوم بيجيله فرصة يعمل ثواب. حتى شكله ابن ناس. شايفه شكله امور ازاي؟ اكيد امه حلو. اه مفيش نقاش. ما شاء الله عليه ما شاء الله. ياه حاسه بايه بقى وانت عملتي الثواب الجميل ده؟ اكيد مبسوطه يعني عشان حاجه ربنا. ده الاحساس اللي انا مش عايزه احسه لوحدي، كنت حابه احسسه لك انت كمان. وانت بتعملي ايه؟ ايه ده؟ الثواب ده؟ طبعا حضرتك دفعتي 70 جنيه. الولد ده بيستناني حبيبي كل يوم كل يوم. تعود عليا. سوري يا حبيبي انا اسفه حقك عليا. خد يا حبيبي. يا رب تخليكي بقى اديني عايز ايه؟ اديني حاجه لله. خد حبيبي حبيبي. شايفة حبيبي غلبان ده نفس الشحات برضو. نفس الشحات؟ اه دي تالت مرة. ازاي يعني؟ انت ما خدتيش بالك؟ ده ايه الظلم ده؟ ده تالت ظلم؟ تالت مرة. تالت مرة ايه؟ اه تالت مرة. حضرتك بتتجني على الطفل يا عيني. الدنيا جاية عليه وبيشحت وتقولي عليه كده؟ عشان دي تالت مرة فعلا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هي الناس جرالها ايه؟ عامة انا بالنسبة لي خلاص وقت الثواب الاسبوعي بتاعي انتهى. تم بحمد الله. اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله. ايه ده؟ ايوه الحمد لله. ايه ده؟ في حاجة ولا ايه؟ ايوه. انت كنت حد تاني يعني؟ حد تاني يعني؟ ايه اللي حصل؟ مالي في ايه؟ بتقلعي الحجاب؟ شعري مش مظبوط؟ حجاب؟ اه لا لا ده انا بس بحاول التزم لحد ما لما بكون عامله اليوم بتاع الصدقات. والله امال ايه؟ لا لا تفهمينيش صح قصدي غلط. اه لا فهمتي. ايوه واضح الصراحه. احنا عامه يعني انا مش عارفه حضرتك متضايقه ليه في الحقيقه يعني. يعني انت كل اللي عملتي اتمنى ربع فرصه يعمل يعني فيها ثواب. انا اديتك تلات فرص. يعني تالت مره نفس التف؟ انا مش لو هتناقش. حد تاني هقولك ماشي. انا مش هتناقش مع حضرتك كتير عامة. يلا احنا وصلنا. ماشي شكرا. الحساب بقى بعد اذن حضرتك. حساب؟ انتي مش قلتلي التوصيلة ببلاش؟ انا قلتلي انك عاملة ثواب النهاردة. لا دي الشيخة ميخة مش انا. وبعدين انا مديها الولد 70 جنيه. طب اعمل ايه؟ لا مفيش حساب. انا طلبت منك تديني ده ثواب. لا مفيش حاجة اسمها ثواب. حبيب مامي حبيب مامي. مامي لميت كام النهارده يا قصرتي؟ نعم؟ كام دول يا حبيبي؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ اه. طب انت كنت عايز ايه ده بس معلش؟ بلاي ستيشن. بلاي ستيشن 5؟ اه 5 كمان كده ناقص لنا. انا عايز اعرف يعني ده ابنك؟ ناقص لنا 1500 جنيه. اه معكيش 1000 جنيه فك الله يسلمك. نعم؟ بعد كل اللي عملتيه ده في ايه؟ طيب في ايه؟ مالك انت خدتي مني فلوس وبتقولي لي الشحات وثواب وهو ابنك اصلا؟ شحات وبلاي ستيشن؟ اسر ابني متربي في مدارس انترناشونال. والله يعني جه لم مني فلوس وكمان عايزه الاجره وكمان تقولي لي بلاي ستيشن؟ ايه ده ايه ده؟ مش شحات؟ لا 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 وكنتي طارحه دلوقتي. انزلي انزلي. هو قال لي انزلي. لا لا يلا انزلي مش نافع كده. انت بتستعبطي؟ ايه ده الالفاظ دي؟ شايف ايه ده يا قصرتي؟ قول لها عيب كده يا طنط. والله اه يعني ابنك شحات وتقولي له عيب كده؟ ينفع اقول لك عيب؟ اه ابني ما يسمعش الالفاظ الوحشه دي. ابنك شحات اصلا وانت متخليه متخول في الشارع. لا قول لها عيب يا طنط. هو ايه اللي عيب؟ اسر انا عارفه انك سكت لها. انا ممكن اسوق على فكره عليك. لا انت بتستعبطي قوي. انا اقدر اسلطه. لا انت واحده اصلا. انتوا يعني بتستغلوا الناس؟ يلا طب يلا يلا كلميني بس. انزلي بس. انتوا بتستغلوا الناس؟ افهمك احنا بنهزر. بتهزروا يعني ايه؟ مش زعلانه؟ لا مش زعلانه مش زعلانه. خلاص مش زعلانه. لا قولي هنا انك مش زعلانه. خلاص مش زعلانه. لا بنفس راضيه اضحكي. مش زعلانه. لا مش زعلانه.
زعلانه. قولي كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. ورمضان كريم. ورمضان كريم. وانك موافقه نذيع. موافقه. من قلبك. من قلب. لا مش من قلبك قوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام الحمد لله. بخير؟ كله تمام. مخنوق من البخور ولا حاجة تفيهولك؟ لا لا تمام زي الفل. أنا أهم حاجة عندي راحة أي عميل بيركب معي. أه ما هو واضح. ده شيء مهم. البخور واضح فعلا. فلازم يكون مرتاح، والبخور كده لازم تكون رائحته زكية. عشان انت تنبسط تبقى مبسوط. عارف حضرتك مبخت؟ لا والله. النهارده اليوم الاسبوعي بتاعي بتاع الثواب. انا مخصصه يوم اسبوعي للثواب. اه واضح فعلا من لبسك انك بتعملي خير كتير. ربنا يخليك. آه. ربنا يخليك. احنا بنحاول والله. اه واضح. احنا مجرد ادوات. احنا ادوات. فاهمني؟ فاهم. انا النهارده ما باخدش فلوس من حد خالص بيركب معايا. لا والله. لو رايح السلو. طب كويس. مال. انت اول مره تشوفني في المنطقه دي هنا؟ اه والله. لا ده انا معروفه قوي، كل يوم اربع بلف هنا، كل الولاد الصغيره بتوع المنطقه حافظين الشيخه ميخ. اسال بس. ده يعني الواحد بستنى يوم الاربع، ست ايام في الاسبوع ما يجيليش نوم الا يوم الاربع انام عادي. اشمعنى يوم الاربع يعني؟ عشان بعمل الثواب. النهارده آه بالليل اقدر اروح انام، بكره ابقى متقلبه كده عارف. بس دول ليه البخور حضرتك يعني؟ لا لا خد 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 شويه. ليه البخور اصلا؟ ده من بلاد بره. ده مش من بلاد بره. اه ايه يا حبيبي؟ لا حاجه لله يا رب تجوزها. الله يسهلك يا حبيبي. مش معايا فكه. ما تديله 10 جنيه فكه. معلش. يا ربي يا ربي على ابن الذوق المتربي. انسان عارف الصدقات دي عند ربنا ثوابها عامل ازاي؟ انا خدت بالي. صحيح ده ثواب، ده يعني ملوش حل. لو تعرف الثواب الله العظيم ثلاثة، ده انت ربنا هيقعدوا لك في ميزان حسناتك. هو حضرتك ممكن بس نمد شويه؟ انا مستعجل. ولا لا؟ لا مش متجوز. هيرزقك ببنت الحلال ان شاء الله، وهتبقى مبسوط ومتهني ان شاء الله. ممكن بقى عارف ليه؟ عشان بتتصدق. بس صدقه بس، تخلي بقى خير في البيت، بركه، كل حاجه، كل حاجه نفسك فيها. اه والله اسالنا انا. اه طبعا. خير وبخور ويوم الاربع وحاجات غريبه بتحصل، فمش فاهم، فاكيد يعني قلبي رق بجد. اه والله. يعني انت من انا من ساعه ما شفتك وانا قلت اليوم ده يعني ربنا هيسهل لي فيه ان شاء الله. ربنا يكرم اصلك. طب هو حضرتك ممكن نمد شويه عشان انا مستعجل؟ صدقات يا عزيزي. حضرتك اسمك ايه؟ اسمي اسلام. اسلام. كمان يعني اسمه ما شاء الله، اسم على مسمى. صدف. بسم الله ما شاء الله. صدقات فضلها لو تعلموا، لو الفرد مننا يعلم الصدقه فضلها ايه ما يقطعهاش. يركب كل يوم مع الشيخه ميخه يتصدق. الشيخه ميخه. اه لا حول ولا قوه الا بالله. طب حضرتك ممكن نمد بس عندي لا. تمرين يا فندم. الصبر. الصبر ايه حضرتك؟ بقول لك انا مستعجل وعندي تمرين. بنشوف الاطفال الصغيره احتياجاتها. دي صغيره. ايه يا فندم عندك حاجه؟ لله ربنا يخليك. انا بس مش معايا فكه. انت يا ابني عندك اخ يا ابني شبهك ولا حاجه؟ مالكش دعوه. انا مش معايا فكه. معاك فكه؟ طب ما تفك حضرتك يعني. انت مش معاك فكه؟ لا مش معايا فكه. طب هات افك لك. طب ما انت معاكي فكه ما تديله. مش معايا فكه. معلش هو اللي معلش. معلش ثواب. ثواب. لا اله الا الله. استغفر الله العظيم يا رب. ما بيصدق تجي له ربع فرصه يعمل فيها ثواب. عدي اليوم ده على خير. خد يا ابني بس 10 جنيه. استنى يا ابني، عمو اكيد سخي عن كده. ثواب. خد يا حبيبي. حلوه دي. خد يا حبيبي. انت بتوزع من كده براحتك انت ولا ايه؟ معلش معلش. ثواب. الثواب ده احنا ما نقدرش نتكلم فيه. صدقني بكلمك بالامانه. طيب عملنا الثواب، ممكن بقى حضرتك نمد؟ بحاول. ياه
عارف انا قلت لك والله ما بيجي لي نوم اليوم الاربع. ايوه النوم كده مخاصمني. البخور اتطفى نولعه. افتح التابلو ده كده هتلاقي بخور وفحم. والله اهو كله موجود الا بخوري. لا لا اهو انفخ فيه كده هتلاقيه شغال والله. طب حضرتك بقى هنمد عشان التمرين ولا ايه؟ حاضر. انا بمرنك على حاجه اهم. بتمرنيني ايه حضرتك؟ بمرنك على الصدقات. بمرنك ان انت تكون عبد مؤمن متقرب. طب انا مستعجل وعندي تمرين. التمرين اللي انا بعمله لك ده مش هتلاقيه في حته فقط عند الشيخ ميخا. انا مش عارف الشيخ ميخا اللي انت بتقوليها دي. طب انا عندي تمرين يا فندم بعد اذنك. طب انا اعمل ايه؟ طب يعني مد حضرتك شويه. ايه حضرتك مش عاجبك ان انا بمرنك؟ بتمرنيني ايه؟ بقول لك انا عندي تمرين. تمرنيني ايه؟ بمرنك على الثواب. بمرنك تكون انسان يعني قادر. يعني انا سايب الدنيا كلها ومستني حضرتك ان انت تمرنيني على الثواب؟ العفو 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 والله العفو. انا بس هنا في طفل حبيبي بيستناني انا تحديدا كده. كل يوم اربع بيستناني في الشارع ده. انا عايز اعرف اخرة الاطفال دي ايه. لا الا اطفال احباب الله. اطفال احباب الله. ما سمعتش الموضوع ده قبل كده؟ لا سمعته. هو اليوم اصلا باين من اوله. ياه هو راح فين حبيبي؟ كان هنا في طفل حبيب الله هنا. انزل ادور لك عليه. خلاص حبيبي اهو. تعالى يا حبيب شيخ ميخا. تعالى يا روح قلبي. تعالى تعالى يا حبيبي. استنى حضن لك. تعالى. تأخرت عليك يا حبيبي. لا ده كده الموضوع استهبال بقى. حاجة لله. حاجة لله ايه؟ خد يا حبيبي. كويسين دول؟ اه ماشي. هو مش ده نفس الطفل؟ نفسه؟ يعني ايه نفسه؟ نفسه ازاي؟ انتي في حاجة طيب ولا انا اللي مش فاهم ولا ايه الدنيا؟ مش فاهم. مش فاهمه. بس حضرتك ما سمعتش ان الصوت العالي ده مكروه؟ مكروه ايه ده؟ هو نفس الطفل. هو ده نفس الطفل. طفل مين اللي جه خد قبل كده وقلت لي تاني مره معيش فكه ودلوقتي وقفنا لحد؟ انا مش انا ما بشربش حاجه فمش ناقصه. العفو. انا ما اقدرش اقول على حاجه بتشرب واتجن عليك. انا عامه خلاص كده ضميري مرتاح كده. الثواب الاسبوعي بتاعي الحمد لله رب العالمين خلص تم بالحمد لله. خلصت الثواب وقلعت الطرحه. اه لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص. والبخور ده ده ايه ده؟ خلاص هنولع غيره بس الاربع الجاي. طب يلا حضرتك مدي بعد اذنك. تم الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ربنا قدرني النهارده. طب يلا يا فندم مدي. امدي ازاي عشان خاطر عندي زفت تمرين. خلاص احنا وصلنا يا فندم. احنا وصلنا. خلاص احنا وصلنا. مش ده الجيم بتاعك؟ اهو يلا يا استاذه بعد اذنك. استسمحك بس والله لما كنتش بتقل عليك بس في الحساب. ثانيه بس ابص حسابنا كام. انهي الرحله. ايوه 45. 5 وايه؟ 40. طب الفلوس اللي انا دفعتها دفعت كام؟ 60 جنيه. انا دافع اكتر من 100 جنيه. حضرتك ده ثواب. ده ثواب. انا ما يخصنيش. ده بينك وبين ربنا. يا حبيب مامي. يا مامي حبيب انا عايز البلاي ستيشن. لميت كام يا حبيب؟ يعني طلع ابني. دول كام دول؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه. وانت كنت عايز البلاي ستيشن الايه 5؟ اه يعني عايزين بتاع 1000 جنيه كمان. يا ست انت مجنونه ولا ايه؟ طيب ما تشوف لنا كده 1000 جنيه. اشوف لك 1000 جنيه ايه؟ انتوا مقضينا بقى تسول وشحاته وسرقه. خلاص بقى انزل. الله يبارك لك. عايزين نشوف ابو قاسر. ابو قاسر مين يا ماما انت؟ الو ابو قاسر. ايه يا ابو قاسر؟ يا قاسر ايه معاك ولا فين؟ اه يا حبيبي الاشارات. اه يا حبيبي معايا. طب حبيب قلبي ده حبيب قلبي عمل كام الليل؟ 1000 بلبل. عايزين لنا لفه تانيه. انت مسرع عيالك بقى ومقضينا شحاته وسرقه و... معايا زبون مش عايز يدفع يا ابو قاسر وخنقني. ما تبعت لي الولا نمله يخلص. بس غريبه اعوذ بالله. لله انا محتاجه الولا نمله. لو قريب مني ايه بيقول لك عايز بلاي ستيشن يا عم الحاج الله ايه بس الله يرضى عليكم. اعوذ بالله الشح بقى مال الناس. طب هتبعت لي حد ولا ايه يا ابو قاسر؟ عمال يكارك. ابعت لي نمله ولا ايه؟ ابعت يا ماما نمله ولا ايه؟ ابعت اللي يبعته. خليها على الاشاره الثانيه. حاضر. طيب كفايه على قد كده النهارده يعني يريح شويه. خلاص حاضر. انزل بقى صدعتين كتير من ام جنيه دي. حاضر ماشي ماشي يا ابو قاسر. في حفظ الله. في
تجيب السلامة. ماشي حبيب قلبي، سلامة. طريق ربنا. سلام عليكم. سلام. انزل بقى، كفرتنا 45 جنيه. مش هدفع حاجة. لا يلا. أنا دافع للواد. يلا عندي، يلا يبارك لك راونداية مع الولد. راوندا ولا بتاع. لا إله إلا الله. لا يلا يا باشا. يلا يا ماما. انا دافع لك فلوس. توكل على الله. ايدك بس كده يا بلا بلا ايدي بلا نيله. انا دافع لك فلوس. يلا بس توكل على الله. يلا يلا اوعى بس ايدك بس كده. يلا يا حبيبي قول لعمو ينزل يا قاسر. قول له انزل. ايه ناقصاكم على الصبح؟ عمو انزل. يا عم استعباط. يا عم استعباط. يا عم بلاي ستيشن ايه يا عم؟ بقول لك لله. يا عم لله ايه يا عم؟ دواخل بالي بتاع 150. عمال اقول لك لله لله لله. يابا انا مش عارف انت وبخور والواد كل شويه يجي يقول لك هو لا بس ايه رايك؟ خلاص خلاص. حد جاب له 60 جنيه بتوعه عشان هم اللي عاملين له مشاكل دلوقتي. بص هنا قول انك مش زعلان. لا خلاص مش زعلان. خلاص 70 جنيه انتاج. 70 جنيه بعد اذنكم. 70 جنيه بليز عشان انا زعلان. 70 جنيه خلاص. لا انا عايز 70 جنيه. قول كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. انا هوصلك ب 70 وانك مش زعلان. ومش زعلان موافق ازياء. موافق ازياء. لا قول هنا انا موافق ازياء وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح النور وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو ايه ده بخور؟ اه خير في حاجة؟ لا لا مفيش اي حاجة، بس عشان البركة تحل بس علينا الحمد لله. بإذن الله ربنا يكرمك دلوقتي. يا رب يا رب يا رب يا رب. انت عارف انتم مبخاتين باين عليكم. النهارده اليوم الاسبوعي بتاعي بتاع الثواب. انا مخصصه كل يوم اربع من كل اسبوع، انا ما باخدش جنيه من ولا اسبوع. الله ربنا يخليك. لو رايح السلوم اوديك مجانا. احنا كنا رايحين مكان ابعد من كده. يا ريت والله كنا رايحين مكان ابعد من كده فعلا. الحسنه بعشره امثالها. اه والصدقه بتترد لك بمية ضعفها. طبعا الصدقات دي فضلها واسع على الناس. فعلا احنا سعداء جدا بحضرتك والله. والله انا اللي سعيده بشباب زي الورد. بس لو تبطل بس تقول صباح الخير، قول سلام عليكم عادي يعني. السلام عليكم. بس كده. وعليكم السلام. دي 30 حسنه لوحده. احنا كل يوم هنركب معاكي. كل يوم؟ اه ده انا ليا الشرف والله. ليا الشرف. انا على فكره مشهوره هنا في المنطقه. هنيجي اليوم كل الاسبوع. كل يوم اربع. هاجي اليوم الاسبوعي بتاع الاطفال بتوع المنطقه هنا عارفيني. كويس. ما شاء الله. كويسه قوي. كلهم عارفين الشيخ ميخ. الله عنك شكلك صغيره يعني. الله يكرمك مش بالسن. حبيب قلب امك يا حبيبي شكله ابن ناس. لا حاجه الا ربنا يخليكم. انا بس مش معايا فكه. بس سالك عشان مش معايا فكه. ممكن تديله فكه؟ انا مش معايا غير 200 جنيه هفكها بس ونظبط الموضوع ده. ياه شباب زي الورد زي الورد والله. بسم الله ما شاء الله. كم دول يا حبيبي؟ كم ايه؟ في ايه؟ ماشي يا حبيبي. وفي ايه؟ لا لا بوظوا لي الثواب على طول الثواب وبخرينا وبوظوا لي في ثانيه. لا لا ده انا قلبي عليك. كان عشان احاسبك. يا ساتر مش عايزني احاسبك على اللي انت دفعته. لا كنت تعمليها انت. لا خلاص انا عملتها لله يعني. يلا مش ملاحظه ان انت ماشيه بالراحه قوي. انا اسفه. لا يعني انا هو هسرع هو ما فيهاش حاجه بس يعني انا بس عايزه ادي لحضرتك درس. الله يمسك بالخير يا امال. مين امال يا فندم؟ امال ماهر اللي قادره على التحدي والمواجهه. لا لا يا فندم قادره ايه؟ ده احنا كلنا مكسورين. مكسورين كلنا خاضعين. ماشيه بالراحه قوي. لا 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 ملل. لا لا انت ماشيه بالراحه ليه فعلا كده؟ ما تمشي شويه اهو. نمشي شويه يا مساعد. مبسوط كده ولا شد اكتر من كده؟ لا انا لسه اشوف اخره يعني. ممكن تسرع اكتر؟ انا تاني اكتر من كده. اكتر من كده يعني 60 70 80 100 كده. احنا على 60 اهو. هنروح فين تاني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا بس ناخد الطفل ده نشوف ماله. احباب الله حبايب قلبي يا حبيبي. تعالى قرب يا حبيبي.
قرب يا بابا، قرب يا حبيب قلب ماما، قرب يا حبيبي، تعال يا حبيبي. لا ربنا يخليك. ايه ده؟ انا شفتك قبل كده. انا بس ربنا يسهلك، ربنا يسهلك. انا مش معايا فكه. ليك اخ شباب معايا فكه. ربنا يسهل لك يا حبيبي. انا مش معايا فكه لسه، ما فكتش ال 200. طب ماشي ربنا يسهل. ما بحسابه، بحسابه كله، بحسابه افك واديك. حسابه ايه يعني؟ ليه يعني اعمل كده؟ ما انا لسه من دلوقتي. لا لا ده ثوابي من فضلك. انا هعمل الثواب كله في لو سمحت. انا حره. لا ده انا هحاسبك، اللي هتدفعه هحاسبك عليه يا بيه. يا ست فكه. طب ما تفك انت وتديله. ما انا ما فلقتش حد افك منه. لا اله الا الله. خلاص ما ندوش. انت معكش فكه؟ خلاص امشي. معاك فكه؟ مش معايا فكه. طب هتفك لك. لا لا لما تفك انت لنفسك. لا اله الا الله. حاجه غريبه بجد. ثواب ثواب يا حبيبي. خلاص روح ربنا يا حبيبي. الله يسهل. هو تصدق المره اللي فاتت، تصدق انت المره دي بقى. شوف اخره اليوم ده ايه. خد يا حبيبي. الله يسهل. لا وريني مديله كام. كام هو ده اللي معايا فكه؟ 50 قرش. نص جنيه. هات كده يا ابني. وقع. خد يا ابني. لا 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 لا. وهات ورق ولا؟ في ايه؟ مش فاهم، في حاجه غريبه. لا اله الا الله. ورق يا بيه. لا اله الا الله. حد دلوقتي نص اللي ما يجيبش البانه. بقول لك ايه؟ لا لا لا. ورق تقيل. ورق ملون. ورق ملون. ما هو ده ملون. لا لا ده بيش. ملون اهو. ده بيش. ده انا عايزين ورقه حمراء. وبعدين معاكي بقى في اليوم ده. انت بتزعقلي؟ في ايه؟ بتزعقلي الشيخه ميخه؟ مش مستاهله. استغفر الله العظيم. خلاص مفيش حاجه. ورقه ملونه للواد. يا ست ما اطلعي بقى خلصيني. لا مش نافع كده. هو الواد بيشحت. شوف معاك ورقه ست ملونه. طب ايه ده؟ انت بتزعل ليه؟ طب شوف معاك ورقه ملونه. حبيبي ما بيشحتش. امال بيعمل ايه حبيبي؟ الله يسهل لك. لا تعال استنى يا حبيبي. شوف الورقه ما تكسرش الا خاطر الطفل ده. احباب الله ده حبيب الله. ملونه عشان نخرج. تكسر بخاطره؟ لا مش هتكسر. كام دول يا ستي؟ وفي ما كل شويه ما بتضيعي الثواب كده على فكره. خد يا حبيبي. لا اله الا الله. يا حبيبي الله يسهل لك حبيبي. خلاص يا بابا. الله يسهل. شفتيها كام؟ يلا ورقه ملونه اهي. دي 10 جنيه يا ستي. ما تمشي شويه بقى في ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الصبر يا عزيزي. ما دي يا جميله. ده انا صبرت. يا استاذ اسلام. ايه يا حبيبتي استاذ اسلام؟ احنا لا 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 لا. انا حبيبي ابو قاسر. ربنا يخليكوا لبعض. انتوا اسر. طب يلا عشان خاطر ابو اسر نمشي شويه. انا حاسس ان اسر هو اللي بيجي ياخد مننا الفلوس. الولد ده والله شكله ابنك. بتقسموا مع بعض في الاخر. لا حول الله. انتوا بتقسموا مع بعض؟ لا حول الله يا رب. طب ما تمشي يا حاجه. لا حول في الله يا رب. انا مش هتكلم. يا ست تمشي. احنا اتخنقنا. لا 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 انا مش هتكلم كتير. انا مش هقعد. انا عمال اتكلم معاكم عن الثواب والصدقات وبديكم درس من ذهب. درس بفلوس. يا ست احنا مش عايزين دهب ولا فلوس. امشي بقى. انا مش عارف هو فين. انا مش عارف حضرتك منفعل ليه. عايزين نوصل. مش هنوصل بس بالراحه شويه. ازاي؟ لا لازم يزعق للشيخة ميخة. لا يعني مفيش حاجه. ده انت ربنا هيغضب عليك. لا يلا مش عشان حاجه. ما ينفعش ازعق لحد يعني. لا لا في ولد هنا بيستناني كل يوم في نفس الشارع عشان كده عديت. انا مش عارف. احنا بنلف سبع اشواط. لا بيستناني ينجبر خاطره. اللي يستناني خاطره ينجبر. قابلت حد تاني بقى عملت عمره يعني. شيخة ميخة جابرة الخواطر بهذه المنطقة. ربنا يخليك للمنطقة. ربنا يقطع حسناتك يا شيخة ميخة. ربنا يخليك. ابقى اديك حسنتين اخر اليوم. ظريفة يا شيخة ميخة. الله يكرم اصلك. بس نوصل. ده احس دعابة خفيف كده. الحمد لله. طب فكر ايه؟ حبيبي كان هنا الطفل بيستناني. يا رب بس ما يكونش مشي وزهق. مش مشكله بقى اجيله في مره ثانيه. ما يكونش زهق حبيبي. لا اهو جه حبيبي. يا جماعه غلبتوني. عايزه الاجره. اجره ايه يا استاذ؟ هو انت مش قلت اليوم ده في جه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ده الشيخه ميخه مش انا. انا مؤاسر. الله الله انا الله سبب اداه. اداه مين ايه ده؟ انا عايز البلاي ستيشن. عايز ايه يا حبيبي؟ البلاي ستيشن. كام دول يا ولد؟ بلاي ستيشن 1000 جنيه بس. الله يعني احنا اللي بنجيب لي اسر البلاي ستيشن. انت عايز البلاي ستيشن بتاعك ايه؟ طب ما كلميني برد عليا يا استاذه. انت ولا اسمك ايه؟ فايف يا شيخه. في فايف يا ولا مش مدخلينك مدارس وصارفين عليك انت. خمسه ايه؟ هو في ايه؟ ما تشوف لنا كده 1000 جنيه فك قلب نفسك. والله العظيم ده انت عبيطه بقى. انت هبله شكلك كده. مش جاي منكوا حاجه. انت اجره مين يا ماما؟ انت مصدعينك وجعين لك ودنك صح؟ هات يلا 30 جنيه اللي اديتهولي. هات الفلوس اللي احنا دفعناها. وجعتولي ودن الولا والله. هات 30 جنيه خلصي. انت مد ايدك عليا. انا ما اديتش ايدي. انا مد ايدي. انت تعرف ابو اسر يقطعك. طب يلا. طب هات الفلوس اللي احنا دفعناها. ميخه ايه يا قلب ميخ؟
انا بلف على اسر في الاشارات مش لاقيه معايا. معايا عصابه وطلع ابنها البطيئه والشيخه في اسمع ابو ايه يا شيخه اسكتي بقى اسمعي واحنا في السنترال. ايه يا ميخ بجد لو مش عايزين يجيبوا الاجره يلا ده مثقفه بيقول لك قلت لك بجد. طب يلا بقى عشان الست دي شكلها متخلفه انت مش هتمشي من عينها صعب ما لحقتش اقلب حاجه يعني انت هتجيبي ده واحد نازل لي يا ابو اسر الحاج هتجيب 30 جنيه ولا مش هتجيبيه؟ ده انا هجيب انزل له انت راجل ناطع انت ابعت لي نمله حالا جاي ابعت لي نمله افهمك عشان واحده ست بس هيتكلم معاك حد يجي يفهمه ولا شكله متهور واحده ست احنا اسفين ولا 350 اخلص 350 يا روح قلبي يلا تعالى هنا حبيبي رجع له فلوسه هات فلوس بص هنا قول له كل سنه وانتم طيبين قول له كل سنه وانتم طيبين للكاميرا كل سنه وانتم طيبين وانكم مش زعلانين لا مش زعلانين طبعا قول يا سوري قول نزيع نزيع قول نزيع نزيع